السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الصابون بالشوفان اللي كتعرفوا الشوفان عنده فوائد كثيره كثيره، لانه غني بالفيتامينات وكيوحد لون البشره وكي كيف كيبيض بعض سميتو هذا كيبيض وكيعالج دوك حروق الشمس اللي كيكون بحال شكل الكلف، تيكون بحال شكل تصبغات تيكونوا في الوجه، كيعالجهم لانه كيوحد لون البشره. اي وصفه كنستعملها، علاش لا ما نشاركهاش معكم؟ المهم اي وصفه راني كنديرها عن تجربه، يعني كنجربها في راسي عاد كنقدمها لكم. صراحه والله الصابون يعني زوينه بزاف، لانه انا اصلا ضفت فيها بعض الزيوت ما كتخليش اني الوجه ديالي كيبقى ناعم ورطب رطب بزاف. مهم خليكم معايا وندوزوا لطريقه التحضير والطريقه كيفاش. ولاول مره غادي تدخل القناه ما تنساش اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد، ومرحبا بكم، مرحبا بكم في قناه نوى الساحي، مرحبا بكم. هنا غادي ناخذ الصابون، انا كنستعمل هذا الصابون الطوس الابيض. اي صابون نتوما كتستعملوه خذوه، اي صابون كترتاحوا فيه كتغسلوا به وجهكم خذوه. خديت نص كاس ديال الشوفان مطحون، هذا طحنته، ونص الكاس الاخر عادي خليته عادي هكاك حبوب، واحد طحنته وواحد حبوب. والصابونيه كما كنقول لكم اي صابونيه نتوما اللي كتستعملوها كتستعملوها لوجهكم، انا كندير داك الطوس الابيض. هنا غناخذ واحد الكاسرونه وغادي نوضع فيها داك الشوفان اللي حبوب، اما داك الاخر اللي مطحون غادي نخليه هو التالي حتى. المهم خليكم معايا ما تسبقش المراحل، المهم خطوه خطوه باش تفهموا. هنا غادي ناخذ داك الشوفان اللي هكا حبوب، غادي نديرو في الكاسرونه كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا راه كيبقى بشكل يعني ما طحنته ما والو، خليته هكا ودرته في كاسرونه. المهم كاس كبير، دابا غادي نزيد له الماء وغادي نديرو فوق النار تقريبا واحد 3 دقائق وحتى 4 دقائق. وتسولوني علاش خليت الشوفان مدقوق بوحديته، هذا كيطلق داك المواد، داك الشوفان المدقوق بغيت نزيدو باش يبقى محافظ على دوك المواد ديالو. هو راه زدت له هنايا كاس د الماء، بغيتو نتوما يجي قاصح بركه غير كاس د الماء، بغيتو يجي جاري يكون شويه داير طالق مزيان داك الصابون ضعفو، ديرو جوج كيسان د الماء. انا غادي نديرو فوق النار تقريبا كيما قلت لكم واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق. وفي هاد الاثناء غادي ناخد هاد الصابونيه هادي وغادي نحكها. كما عاود نقول لكم اي صابونيه ماشي بالضروره هاد صابون الطوس، ولكن اي صابونه نتوما كتستعملوها لوجهكم. غادي نشد الحكاكه وغادي نحكها، المهم هي راني حكيتها ما صورتش معكم ديك اللقطه باش حكيت الصابونيه، حكيتها بديك الحكاكه الرقيقه باش تجيني ساهله ملي نخلطها حيت ما بغيتش نطيب انا الصابون. بالنسبه للزيوت اي زيت متوفر عندكم، انا هنا خديت زيت الجليسيرين وزيت الجزر وجونسون، اي زيت متوفر عندكم من غير زيت العود ما ديروش زيت العود، زيت جونسو هذا زيت الجزر. بالنسبه لهاد الزيوت بجوج راه بجوجهم عندهم نفس الفوائد، كيوحدوا لون البشره ضد التجاعيد، هو ضد الكلف. بالنسبه للجونسون شتي الوليدات الصغار كنديروا لهم زيت كيخلي كيرطب الجلد. ها هو من بعد ما طبخت طب الشوفان خليته هكاك يلا كيحيدته من النار، مازال البخار طالع منه، غادي نضيف له الصابون مباشره. الا شفتوا الصابون باقي فيه دوك الا شفتوا الخليط باقي فيه دوك الحبيبات ديال الصابون ديروه فوق النار تقريبا شي 3 دقائق ولا 2 دقائق غير بين ما داب الصابون. شفتوا نشف معكم الشوفان زيدوا له نص كاس ديال الماء، غادي نخلط مزيان 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 حتى ما يبقاش يبان داك ما يبقاوش يبانوا دوك الطروفه ديال الصابون. وهنا غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال الشوفان مدقوق مطحون، جوج معالق كبار
وغادي نخلط مزيان مزيان كما قلت لكم حتى ما يبقاش يبان تيولي بحال شكل كريم، حتى ما يبقاش يبانو دوك الطروفه ديال الصابون. ها هو من بعد ما حركتها شتو ما بقاش يبان نهائيا، بقاش يبانو دوك الطروفه ديال الصابون، داب الصابون كامل داب. والقوام كيفاش كيجي ما خاطرش كيجي هكا يا جاري، لانه من غادي نخليه يبرد راه غادي يقصح داك الصابون غادي يعقد. وهنا غادي نضيف الزيوت. بالنسبه للزيوت اللي متوفر عندكم ماشي بالضروره زيت كليسيري، ماشي بالضروره هاد الزيوت اللي انا عندي اللي متوفر عندكم واللي كتستعملوها لوجهكم. بالنسبه لزيت الكليسيرين انا خديت هنايا معلقه كبيره، وزيت الجزر غادي ناخذ معلقه صغيره، راه ما عبرش ولكن انا عيني ميزان يعني ما خديتش داكشي بالعبار. هاد زيت الجزر غادي يغير داك اللون. غادي نخلط هاد الزيوت مزيان. وجونسون راني درت بزاف تقريبا شي جوج معالق كبار درتو فهاد القرعه، كيجيني ساهل حيت صراحه ملي كندوش كندهن بهاد الزيت هذا. عندو زيت جونسون كيرطب البشره وكيرطب الجلد. غادي نحرك هاد المكونات مزيان مزيان تنسجم الزيت مع الصابون. وهاد الصابون هذا راه مقشر الوجه، راه ماشي غير صابون يعني راه مقشر. ملي كتغسلي بيه وجهك راه كتغسلي على شكل دائري، ماشي هكا ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم. المهم على شكل قوماج. انا غناخد واحد جوج طاسات، هاد الطاسات انا ديجا مستعمله فيهم الصابون يعني قبلوا عليا، خديت هاد الطاسات هادو غادي ندير فيهم هاد الصابون. انا قسمته على جوج حيت واحد غادي نخليه للوجه وواحد غادي نخليه للجسم ديالي. راه ديجا غسلت عاوتاني الجسم ديالي بهاد الصابون صراحه، ما نقول لكمش والله الا اللي كيرطب الجسم. غادي نسد عليه وغادي نخليهم حتى يبردوا بعدا، وغادي نسد عليه وانا درتو في الثلاجه وغادي نحتفظ به في الثلاجه. كل ما كنبغي نغسل وجهي راه كناخذو كنمشي كنغسل به وجهي، اولا راه ملي كنبغي ندوش ولا راه كندوش به. هنا ملي بات خليته بات ليله كامله حتى الصباح. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي هكا. انا كناخذ بحال هكا وكندورو هكا على وجهي، كنبقى كيفاش نقول لكم ملي كديروا القوماج لوجهكم كيفاش الطريقه باش كديروا القوماج باش كتقشروا باش كديروا مقشر الوجه، راه هكا الطريقه. حتى هو بهذا الصابون غادي تغسلوا بها الوجه واحتفظوا به في الثلاجه. وكل ما غادي تبغي تستعمليه غادي تاخذيه ورجعيه للثلاجه. انا هنا كنغسل به مره في الصباح مره في العشيه، مره في الصباح مره في العشيه ملي كنبغي ننعس. وكان ملي كنبغي ننعس راه كنغسل به وكدهني بالكريم ولا اي حاجه كديريها لوجهك، وكيجي صراحه كيجي زوين والله، كيرطب الوجه ما كتحس ما كيقشر الوجه ما حتى شي حاجه. ناعم ناعم بزاف. وجربوه ونتمنى تجربوه، وما تنساوش اشتراك ولايك وشي تعليق. نلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.